السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بألف صحة والسلامة يا رب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا واحد المقبلة اللي كتكون بالباذنجان او الدنجال. حاجتنا اخواتي في الدنجال كيف ما كتشوفوا تيكون على هاد هكا، فحتى حنا تنشدوه تنقطعوا له هاد، بلاتي نشوف هادي فين هي، ها هي ديالتها. حنا كيف ما كتشوفوا اخواتي فحنا تنقطعوا له هذاك الرايات اللي تيكون هنا ودوك الوريقات اللي تيكونوا هنا، وتنحلوه على جوج، تنغسلوه تنظفوه بطبيعه الحال وتنخلوه تتسقطر بحال ما هكا. حاجتنا في شويه القزبر ومعدنوس وثومه وبصله تكون مشلضه هكا مزيان اولا محكوكه اللي بغيتو. حاجتنا في شويه الهريسه كيف ما كتشوفوا، شويه الهريسه العطريه، عندنا الكمون سكنجبير، عندنا الكركم والبابريكا او التحميره، وعندنا الابزار والملح بطبيعه الحال والزيت الزيتون وزيت المائده. اول حاجه اخواتي غادي نديروها، بسم الله على البركه، اول حاجه غادي نبداو بها اخواتي واننا غنشدو الدنجال ديالنا كيف ما سبق قلت لكم راه مغسول نقي. انا غادي ندخلو الفران حتى يتشوى، اللي باغا تدخلو الفران دخلو الفران، واللي بغات تسلقوا تسلقوا، واللي بغات تفوروا تفوروا. انا مسلوق حتى يهز شويه الماء ونفور عاوتاني. انا تنقول من الاحسن نديرو في الفرن هكا نيا، فالفرن عندي اصلا خدام يعني مشغلاه، هذاك الشيء علاش قلت اللهم كيف ما كتعرفوا راه العكز ولا قاتلنا. ايوا تجيب ديال البرماو هذا فالفران خدام خدام، اللهم نشوفوه في الفران كيف ما كتشوفوا اخواتي كنحطوهم بحال ما هكا. ترشوا عليهم شويه الملحه، غير شويه الملحه هكا صافي، وكندخلوهم للفرن غير شويه الملحه هكا صافي صافي، وكندخلوهم للفرن. راه تيبقى اللون ديالهم هكا ولكن راه تيولوا كيف ما تنقولوا رطبين، يعني تيولوا تيتماسوا لينا تيتمعكوا لينا، ما تيبقاوش قاطر راسهم. انا غندخل الاخواتي الطاوله ديالي للفرن ومن بعد ان شاء الله غنكملوا باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا اخواتي كنحطوا الاناء ديالنا على النار، تنديروا فيه زيت المائده، ديروا زيت الزيتون حتى هو، من بعد ما الزيت ديالنا تبدا تسخن تنضيفوا لها اخواتي البصله، ضيفوا الثوم ديالنا حتى هي، كتشوفوا اخواتي من بعد ما البصله كما نقولوا هبطات نزلات يعني تشحرات لينا، نضيفوا البزار سكنجبير والزنجبيل وشويه التحميره والبابريكا، خرقوم البلدي والكركم، وعندنا اخواتي هنا الكمون كما كتعرفوا. ف الدنجال حنا ملي تنبغوا نديروه مثلا زعلوق فحنا كنديروا له الكمون، تيبغي الكمون تيبغي الحار تيبغي الحامض، ممكن تضيفوا اخواتي حتى الحامض مقطع، اولا ممكن ديروا عصير الحامض
في هذه الحشوه. وكتشوفوا اخواتي هنا غنديروا شويه الحامض، تقريبا شي معلقه صغيره ديال الحامض. صافي اخواتي ها البصله ديالنا تشحرات، دابا غنضيفوا الكزبر المعدنوس اللي عندنا. صافي وغادي نطفيو النار. صافي اخواتي ها الحشوه ديالنا تشحرات. صافي دابا ما نتسناو على الباذنجان ديالنا حتى يتشوى لينا. صافي ونكملوا الحشو ديالو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اخواتي هاد الدنجال ديالنا تشوى، ملي تنتكوا عليه هكا بصبعنا فهو تينزل تيهبط. صافي اخواتي غنخلو حتى يبرد واحد شويه حيت باقي سخون، عاد باش غادي نكملوا الحشو ديالو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اخواتي من بعد ما طابلنا الدنجال فاحنا خويناه بمعلقه كيف ما كتشفتوا، حنا خويته وشديت هذاك الحشوه ديالو درتها مع ديك البصله اللي كنا شحرناها ومعكتها بهكا بمعلقه ولا بفرشيطه، ولا ممكن تستعملوا حتى ديك القطاعه ديال اللي كنديروا بها لابيوري حتى هي. صافي اخواتي وضفت هنايا الهريسه حتى هي، كتبقى اختياري ولكن راه كتعطي لذه زوينه لهاد الدنجال. صافي اخواتي كنحشيو هكا بدوك الحشوه اللي حنا صوبنا، اللي هي اصلا كما قلت لكم البصله وهذا والربيع والثومه والدنجال بطبيعة الحال اللي خرجناه الحشوة، يعني القلب ديالو اللي خرجناه منه. فحنا كنعاودو نمعكو بحال شكل اللي كنصوبو الزعلوك. صافي وكنحشو بيه هاد الدنجالات، تيجيو هكا بحال شكل القوارب هكا، وغنعاودو ندخلوهم للفرن اخواتي حتى يتحمرو لنا. ملي غادي يتحمرو غادي نعاودو عاوتاني نديرو لهم شوية الفرماج كما شفتوا راه ما تحلش بزاف، نديروا لهم شويه الفرماج احمر من الوجه ديالو باش كيعطيه ديك اللمعه هكا وديك. صافي الفرماج فهو تيعطي حتى اللذه، تيجو زوينين هكا كمقبلات، يعني نوعوا في الطبله، يعني ما نبقاوش في داك كيف ما نقولوا في النت، يعني كان ضروري نوعوا لوليداتنا بحال هكا ديال الدنجال، نديروا لهم باشكال اخرين باش يقدوا ياكلوا، يعني ما نبقاوش نديروه غير زعلوك غير هذا، فنحاولوا نوعوا لهم بحوايج اخرين اللي كما قلت لكم الوليدات حتى هما حكت العين كتاكل قبل الفم كما تنقولوا. صافي اخواتي دابا غندخلوهم للفرن، صافي الحار راه باقي سخون تيتحمروا لنا مزيان، عاد باش نخرجهم اخواتي وندير لهم شويه الحشوه. عفوا ندير لهم شويه الفرماج تجيز مع الحشوه، ندير لهم شويه الفرماج الاحمر على الوجه ونردوه عاوتاني، نردو الطاوه ديالنا غير باش يذوب لنا داك الفرماج. يعني الفرماج ما غنديروش دابا، امتى غنديرو؟ حتى يتحمر لنا هاد الدنجال ديالنا، يعني يتحمر لنا ويتقرمش لنا وهذا، عاد باش نلوح عليه الفرماج الاحمر. صافي اخواتي دابا غندخل الطاوه ديالي للفرن، المهم تحمر لنا راه كيف ما قلت لكم. صافي ونخرجوهم ونعاودو نديرو عليهم الفرماج هكا احمر على الوجه ديالو. كيف ما كتشوفوا اخواتي ها هما المقبلات ديالنا، خرجناهم من الفرن مازال سخان. من بعد ما تحمروا لنا واحد الشويه تقريبا غير شي 10 دقائق هكاك في الفران، درت عليهم واحد شويه الفرماج صافي، وعاود رديتهم للفران وهو طافي، يعني طفيت الفران وعاود حطيتهم فيه غير باش كيما نقولوا يتحمر لهم الوجه ديالهم. هكا كنقدموهم كمقبلات، نديروهم مثلا مع كفته ولا مع حوت مع سمك هكا، ولا ممكن نديروهم غير بوحديتهم هكا الوليدات مع شي شليضه. كما كتعرفوا بعض المرات في اخر الشهر، يعني بعض المرات ولات تتقاد عندك الخضره في الدار فتبقى عندك غير الدنجال تتحير شنو تديري به، بالخاص الا ما كانش عندك مطيشه. نتوما كتعرفوا بالنسبه للزعلوك تيبغي مطيشه، فالا ما كانش عندك مطيشه فممكن ديري غير هذه الطريقه ببصله، راك شفتوا بصله وربعه ديال الدنجالات، ايوا وها كما يقولوا يعني غدا خفيف هكا مع شليضه
ولا عشيوه كاع علاش لا، والممكن ديرهم بحال هكا وديرهم سندويشات الوليدات وسط الخبز، يعني تصوبي بحال هكا وديريها وسط الخبز، فهما تيجيو رائعين في نص باريزيان ولا هذا الوليدات، فهما تيجيو رائعين. هادو هما اخواتي هو الطبق ديالي اليوم، ونتمنى يعجبكم وتجربوه يعجبكم اخواتي، وتردوا لي الخبر في التعاليق، وما تنساوناش من الجيم والتعاليق، وتبارطاجيو الفيديو مع صحباتكم وحباباتكم ووسائل التواصل الاجتماعي وبيناتكم يعني. وخليت لكم الراحة أخواتي، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.